المهرجان هذا تقريبا صار ثالث مهرجان، لكن اللي اخذ التفاته من السفاره الكوريه والشركات الكوريه اللي تعمل بالعراق، جو دعمه وحضره وعرفوا انه اكو شباب مهتمين بالثقافه الكوريه، سواء كان كي بوب كي دراما، واللي يريدون يروحون يسافرون كسياحه، بالاضافه اللي يريدون يكملون دراسات عليا وحتى بكالوريوس من خلال المنح اللي تقدمها السفاره والحكومه الكوريه. هذا المهرجان الثالث اللي صار، وهو الاكبر، والدعم اللي حصل به من الشركات وكذلك السفاره. نتمنى انه مو بس يوصل صوتنا انه بس بالعراق، يطلع ويوصل بالحكومه الكوريه ويعرفون انه اكو فان جمهور موجود هنا ببغداد وبالعراق، ورغم كل شيء احنا دا نسوي اللي نحبه واللي نريده. أنا أكيد فرحانة بدخول الكوريين، وخاصة حضور المهرجانات الكورية، لأن هي ثقافة جديدة علينا بالنسبة، وهمينا حلو واحد يتعلم لغات جديدة ويتعلم، يعني يتميز بمواهب. أنا بالبداية شفت ترقص هيب هوب قبل سنتين تقريبا، بعدين شفت صديقاتي أكو بيهم يتابعون الكوريين وآرمي، فشاني فضول أشوف فيديو، مرة شفت فيديو وعجبوني، صرت كيماوية، صرت أتعلم على رقصهم وأتدرب. وهاي أول مرة إلي أقدم عرض، كنت شوي متوترة، إن شاء الله يعني قدام أحسن. طيب إيه، فرحانة إنه اليوم الكوريين جو يمنا وشافوا العراق، شافوا وضعنا، شافوا أيضا شلون إحنا بسطاء، وهم أيضا يعني كلش بسيطين. أنا طبعا أتمنى إنه يجوا غير دول، بما إنه أنا عندي كمثلا أحب الإنجليز وعندي مثلا تواصل وياهم كأصدقاء، فأتمنى إنه يجون كإنجليز أو أي ثقافة ثانية حتى يشوفون العراق ويشوفون شلون يعني هو عايش بدأ يزدهر. هذا مهرجان حلو جدا، وهذا ثاني مهرجان أشارك فيه. أغانيهم يعني حلوة وثقافتهم حلوة، يعني تميل ثقافتهم تميل الثقافة العراقية. بما أن الوضع استقر والأمارات تتمنى إنه تزيد هالمهرجانات. موضوعنا عن الثقافة الكورية، احنا بهذا المستقبل بدنا نسوي مهرجانات على مود نحضر الناس بالعراق ونتقدم بالمستقبل، انه هو حبنا للثقافة الكورية، وسبب حبنا انه هم تقاليدهم وعاداتهم كلش حلوة، خصوصا الفن الكوري وهو الكي بوب، علمنا هواي شغلات نحبها مثل حب النفس، وتعلمنا الوصول الى هدفنا وماكو اي شيء يوقف بطريقنا، فهواي اكو فوائد من الثقافة الكورية والكي بوب. أنيوش منيكا جونن رؤى أمندا. مرحبا، اسمي رؤى، أنا صاحبة المهرجان السابق، والحمد لله عن طريق هذا المهرجان الدسر والمهرجانات الصارت عرفت السفارة بينا، والحمد لله أنه وصل صوتنا للسفارة، على مود من خلال هذا الشيء نوصل أنه العراق بعد يعني مو مثل قبل، وإنما العراق بدأ يتطور ووضعه صار حاليا أحسن. يعني نتمنى الشعب العراقي والشعوب الأخرى تتعرف على ثقافتنا ونتعرف على ثقافتها، يعني تبادل يكون بين الثقافات حتى يكون العراق بتطور مستمر. فيعني فأتمنى يعني أنه يشوفون أنه العراق تغير، وليس العراق مثل ما يتصورون عن قبل. أكو أشياء هواية متقاربة بين الثقافة الكورية والثقافة العراقية، احترام الأهل، احترام الأكبر سناً، الترابط العائلي، هذا كله موجود عند الثقافة الكورية وأيضا متوفر عند الثقافة العراقية، فهذا الشيء كلش حلو، وهذا السبب جذبني. برنامج خوش، حشم صوت المستقبل، شكرا مليون، كم ساميدا، كم ساميدا. كان مهرجان حلو ورائع يعني، واتمنى من الدول الاخرى انها تدعم العراق مثل هكذا يعني مهرجانات تبادل ثقافات، يعني تصير فرصه استثمار، يعني تصير فرصه يعني بحثات دراسيه، اكو صار تقارب بين الدول، شفت الناس مستمتعه يعني بهذا الموضوع، واكو يعني
بصمة فرح على وجوههم يعني. الحمد لله يعني كان مهرجان حلو وكلش استمتعت فيه.